السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الخشوع في الصلاة، هل المطلوب أو هل المقصود بالخشوع هو الخشوع الجسدي وعدم الحركة أو الخشوع الروحي؟ الخشوع في القلب والخشوع في الأعضاء، يشمل هذا وهذا. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.